احنا دلوقتي عملنا تحالف لان بتوع الورقه عملوا تحالف قبل مننا، واحنا هنا في مركز اوسيم كلنا عائلات، بنبقى يعني لما بكون عائلات احنا هنا عندنا في المركز يعني بنلم بعضينا وبنتخب ابن المركز بتاعنا او ابن البلد بتاعنا. يعني انت ايه رايك في التحالف اللي معمول في الورقه والتحالف اللي معمول هنا؟ حضرتك مركز الورقه عاملين تحالف مركز اوسيم عشان عايزين، قال لك ما ينفعش بتوع بورتوس او اوسيم يكسبونا، عشان احنا ازاي مثلا بتوع المدينه يخسروا من بتوع مركز ان هم فلاحين وناس ما يعرفوش معنى مجلس الشعب او عضويه مجلس الشعب وكل مجلس الشعب. فاحنا بتوع بلدنا او بتوع بلدتنا مركز اوسيم عملوا تجمع تحالف هم الاربعه عشان يخشوا هم الاربعه اصل بعض ان شاء الله باذن الله هم بتوع بلدنا لو كسبوا المستشفى. عندك المستشفى مكلفه 24 مليون جنيه، محدش يسال عليها. عندك المدرسه هنا مهمله، عندك هنا ورا الواحده المحليه عندنا ارض فاضي حوالي بتاع 120 فدان. فانتوا مركزين مع اولاد بلدكم عشان خاطر عارفين ان هم هيخدموكم. اه قال لك اصل احنا لو كسبنا مش هيسال عندنا زملاء، لان هم اصلا ناس رايحين مش هيطلبوا مطالب مننا، مش هيحاولوا يعني يجوا كل شويه يعرفونا احنا عايزين مثلا يعملوا لنا كذا، لا يعملوا لنا كذا، فاحنا هنبعد عنهم. هم قالوا هنعمل تحالف لوحدينا عشان يبقى احنا لوحدينا. انما بتوع الوسيم لما قالوا كده قال لك ايه، ما ينفعش يبقى هم كده واحنا نسيب بتوع اهل ليلتنا واهل المكان بتاعنا. اللي بدا بالتحالف الاربعه بتوع الوراق، فخلونا هنا في اسم وسيم عملنا تحالف، وبعدين التحالف ده مش فارق معانا لان احنا بنخدم فوق الوراق اهل مننا واللي خدمونا ونجحونا فوق الوراق، ومش هننجح حالنا بتوع الوراق. الناس هنا متضايقين اهل الوراق كلها، والناس هنا متضايقين من التحالف بتاع الوراق، وطلعوا هيندم في التحالف بتاع الوراق، واحنا هنخدم الوراق جميعا. اذا انتوا نجحتوا مستعدين ان انتوا تخدموه علينا بسبب نجاحنا علينا، صح. هنخدمهم كلهم، الطفل الصغير قبل الكبير، صح يا حاج. هنخدم اهالي الورق جميعا. هل هم غلطوا فيكم فعلا وقالوا عليكم فلاحين وكلام من ده وكده، فعشان كده انتوا اتضايقتوا؟ المرشحين المرشحين مش الناس، وعاملين عليكم مش الناخبين، المرشحين اللي قالوا الكلام ده. واحنا الورق استهزأوا بيهم، احنا والورق اهل واحد ونسايب واخوات ومفيش اي فرق، واحنا ناجحين باهالي الورق، وسعد بدير بالاخص ناجح في الوراق. التحالف بتاع ابناء اسيم هنا، احنا كده كده من غير تحالف يعني هنا في الارياف بندي دايما ابن البلد، بس طبعا هو عضو مجلس الشعب ان شاء الله كده كده بيخدم الدايره بالكامل يعني ان شاء الله وربنا يوفقه. بس هنا في الارياف نختلف عن المدن، يعني هنا دايما يدوا ابن البلد ثم البلد اللي جنبها، اولويات للعائله يعني كده والقرابه والاقرب.